نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جهود لجنة المصالحات الهدف الأساسي منها وقف نزيف الدماء. نعم. وأما القضاء بالنسبة لرفع القضاء ولحال القضاء، القضاء وشأنه هو اللي بيحكم في الجرائم من لاش دخل به، وإنما مهمة لجنة المصالحات وقف نزيف الدماء بين العائلات والقبائل. لأن نفس المؤمن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس. نعم. وحفظ المال. نعم. ويكفينا أن القرآن يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم. والرسول يقول المؤمن بنيان الله في أرضه ملعون من هدم بنيانه. نعم. والرسول يقول لزوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من قتل نفس بريئة. نعم. فالحمد لله رب العالمين بتوفيق الله ان النائب مصطفى بكري بيجد نفسه معانا في المصالحات. البركه فيكم انتم. كثيرين من اهل الخير في كل بلد، والحمد لله رب العالمين. كل صلح تم، سواء في حمرضوم او في كمهتيم او في الصمت او في الحجرات او في اي بلد من ربيع محافظه قنا وسوهاج، الحمد لله رب العالمين. اللجان قامت بدور فعال وفعلا عملت بوقف نزيف الدماء، ثم بعد ذلك القضاء المصري مع نزاهته وعدالته لم يتدخل أحد في شؤون القضاء أبدا، ومصر آمنة. وندعو الله عز وجل أن يعيد لمصر أمنها واستقرارها. شكرا لك الشيخ عبد المعطي أبو زيد عضو لجنة المصالحات. كمان معنا دكتور أحمد الكلحي